ايوه بلشت المعركه. ارجعوا. ايوه يا معتز. هلا هلا بني العطور. ايوه لك. اول شيء سوراقيين السلام عليكم، دخيل ربكم. انتوا اقوياء، انتوا عظماء، ما حد بيحسن يتحداكم صراحه. يا اخوان تعالوا نسمع انا شو حكيت بمقطع سابق لي، تمام؟ خليكم معي، اسمعوا يا اخوان. انا تحديتكم بشغله سوراقيين، اذا هذا الفيديو بيوصل اكثر من 40,000 لايك اوعدكم بسلسله كبيره عن هاي المقاطع، تمام؟ طبعا هذا المقطع تبع باب الحاره يا اخوان، تمام؟ راح فرجيكم اياه. فيلم ارناس بلوك. طيب المقطع قديش جاب؟ المقطع جاب 46,000 لايك. كفو السوراقيين، ما اقدر اتحداكم صراحة. فأنا حكيت وقلت إنه إذا هذا الفيديو بيوصل أكثر من 40,000 لايك أوعدكم بسلسلة كبيرة، يعني أوعدكم وأنا عند وادي، تمام؟ طيب هذا المقطع هو تقليد باب الحارة بالعراقي، تمام؟ رح ننسخ هي ونشوف أول مقطع رح يطلع لنا بالبحث ونخش عليه. طيب هذا عملنا عنه، هذا المقطع الثاني. طيب رح نعمل على هذا. طيب سوراقين قبل ما نشوف المقطع، التحدي حلو، اتحداكم توصلوا هذا المقطع لاكثر من 60,000 لايك. اذا بيوصل سوراقين رح اعمل كل شيء بتطلبوه مني، وصلوها 60,000 لايك. يلا نفوت على المقطع. طيب بدايه المقطع شارك باب الحاره. حماس حماس هاي المقاطع. يا بندوره حمراء، بندوره حمراء برشلونه يا بندورة حمراء. جارات الحارة. شو هاد؟ هذا أب حاتم. بدك البندورة حمراء لكن شو لا زرقاء وبقرش ونص عم تبيع؟ العالم رح يأكلوا بعض. قرش ونص شو هالغلا يا حرام. السلام عليكم عم أبو حاتم. أهلين تنكي. تنكي الواوي الرجال خوش تنكي. لا مو خوش تنكي عم أبو حاتم. شفتوا هاي الحلوة بالمقاطع اللي عم يعملوها أخوتنا العراقيين، خوش تنكي، يعني أحسن تنكي، أفضل شخص يعني. هذا الرجال اسمعوا خوش تنكي. لا مو خوش. شيء حلو يوم اللي يدمجوا لهجة سورية مع لهجة عراقية. معلم بتطلع لهجة سوراخية، حلو. أنا كثير بحب هاي المقاطع. تنكي عم أبو حاتم. اسمع أنا باذنجان. لك شوفي ليش معصب؟ شوف عم أبو حاتم وبدي كل أهل الحارة بيسمعوني. إيه معتز يا بيزود الايجار يا بيطلع برات المحل. اسكتوا لك انا كيف ممتاز ممتاز. مين اخذ دور؟ هذا نفسه. لك تنكي ليش عم تعلي صوتك قدام اهل الحاره؟ قلت لك لما ربك بيفرشها انا بزيدك الايجار، ما خصها. لا خصني معلم، خصني ونص. او يا نعصك ولك او يا نعصك. شو معتاد؟ او يا نعصي بالحق. كل محلات الحارة زادت الإيجار بس انت لساتك على القديم. شوف معتز أنا مأجر لك محل مو بسطية. وطي صوتك ولك وطي صوتك. هاي البسطية بتطلع مصاري أكثر من المحل، وهذا الشيء كليات أهل الحارة عارفينه. وقلت لك لما ربك بيفرشها بزيدك الإيجار، ما خصك. عجبك عجبك، ما عجبك فارقنا. لا ما عجبني وبدك تزود الايجار يا بتطلع برات المحل. ما عجبك؟ ما عجبني. راح انعل سلسفيل سلسفيلة. راح العن سلسفيل سلسفيلة. ما عجبك؟ ما عجبني. راح انعل سلسفيل سلسفيلة. معتز. ايوه حسين دعدوش بغيره. هلا مان حسان دعدوش. لكان مين؟ هلا انا الواوي. اهلين علاوي. لا علاوي. انا الواوي. اتركوا للزلمه ما عمل شيء. شو تفضلت واوي افندي؟ مثل ما سمعت الزلمه ما عمل شيء وقال حقه. روح شوف المحلات قديش ايجاراتها، لو لفيت كل الحاره بتلاقي اقل ايجار يساوي ضعف محل ايجارات. واو افندي بيفهم الايجارات والمحلات. عم تضحك ما هيك؟ بتضحك. طيب شو رايك انا اللي بعد التنكه بيطلعك من المحل مشان انا اخده اعمل محل زلابي وبقلاوي؟ اسمع معتز ضب اغراضك وروح، ما فيني ابتلي بيك اليوم. وعم روح، امك بتنتظرك تاخرت. روح واوي انت والحصين روح. روح.
لهجتهم عم تطلع كتير 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 حلوة، يعني عم تحس انه في 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 هيك حلاوة باللهجة، عرفت كيف معلم؟ كتير كتير انا بحب هاي المقاطع يوم بيكون شغله عم يقلدوها، تمام؟ لانه انت بتكون متعود على الاصلي، بتشوف التقليد فبتلاقي في شيء حلو مميز، تمام؟ بكون انت مفتقده بالمقطع الاصلي. شوف طرفت الكلام الحوار، روح هالفوته مانك قدها، روح لا بتلبيك والله الحكي إلي؟ طبعا إلا لك إلي ما تازع طول بيكون عصبي. شوف الواوي شو راح يعمل هذا أبو حاتم، شوفني اسحب خنجرك. هذه نسخة عقد إيجار من شارع الربيعي $1,800. أحا، هاي نسخة عقد سبع البوم $200. خد، وهذه نسخة عقد بمول المنصور $1,500. وهاي نسخة عقد كرادة على الجو $400. وشك أبو حاتم؟ يا أخي أبو حاتم شو زب؟ وليش عم يضربوه بالأوراق؟ والله أبو حاتم كان كتير منيح بباب الحارة، كان عندي أبو حاتم وأبو عصام يعني هم نمبر ون في هذا المسلسل بصراحة، أبو حاتم وأبو عصام، وأبو عصام أكثر من أبو حاتم. بحبك أنا أبو حاتم، بس يعني ليش هيك عم يعملوا فيك؟ ما هي 24 ساعة محصورة. أكيد ما قصدهم يهينوا يهينوا أبو حاتم أو شيء، لا شوف بقى هيك المعلم هيك بده المخرج. خد هذا عقد إيجار بمول بغداد $2,000. حق المحل، اسمعني، حق المحل متر متر ونص، يعني جو الدرج. بشرت بشرت واوي، وهذا عقد إيجار مش عليه $200. لك لا لك هذول عم يحكوا بالدولار، يا الله عم يحكوا بالدولار. وين أبو حاتم؟ أنا هون. وشاك؟ هلا شو بتروح ولا فرج العالم عليك؟ بلش أنت يا أنا. بلش يعني. بلش المعركة. ارجعوا. إيوه. معتز. هلا ايه. هلا بيني لعب شو؟ هلا بيني لعب شو؟ ولك ولك هذول هذول عم يرقصوا. وي معتز، شوف 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 شوف، هلا بيني لعب توبي، هلا هلا هذول عم يرقصوا. لا الشمس بعيني، تعال هون الشمس. انت تخاف والله هم رزلوا باب الحارة بهاي المقاطع، ولك عم يرقص عم يرقص. شوف هلا بيني لعب توبي يا رجال توبي. هلا بيربكن هيك بيعملوا باب الحارة. لا الشمس بعيني، تعال هون حجة. هاي حجة. انت بخاف. شو ارجع شوف حالي هسه وقتها شو عم تعمل؟ بشوفها اذا حدي او لا. ايوه ولك انا عم يفرم سلط. يا الله هلا مين مخرج باب الحاره؟ مو بس ساب البله. يا الله زلمه شوف هذا المقطع، عامل لفتين تنهيني. معتز اضربه، معتز اضربه يا معتز. احا شو هاد؟ لحد معتز اتركوا معتز. اوي اشوفك سكتت، وين صوتك الملحلق؟ معتز عم ببلع ريقي، كررها. لا لا بعيادك اتركوا معتز، اتركوا لهالجبان. قوموا لا قوم، تعالوا لا تنكي، يلا خدوا هذا. يلا هلا لا يعطيك العافيه. يلا يا عيب شو باطن، وما بدي اشوف خلقتك هون، مفهوم؟ خلصنا. يلا انت وياه. يلا ظهري وجعني. وانت معتز بري عليك، بري 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 راح تدفي. يلا روح المحل. الله يريحك. وانتو كل واحد على شغله. يلا يلا فارقونا، اهلينا متعشير اهلين. ايه عم ابو حاتم قول لك شيء. ايه قول. البلدي ايه لو ما لقت حال على شو
لشغلة المحلات والإيجارات. إيه راح كليات العالم تفتح بسطيات. إيه والله خيارة مرة. ليك يا جماعة والله بيت الضحك، المقاطع جدا جدا حلوة. ولك ولك وقت اللي سحب معلم الشبرية قاعد عم يرقص هذا ما عم يحارب وعم يفرب سلطة على البسطة، ما بعرف كثير المقطع بصراحة ضحكني أكثر من المقطع السابق، كثير حلو. تحية كبيرة كثير لأخوتنا العراقيين اللي عم يقلدوا باب الحارة بهي الطريقة المضحكة. تمام، فهذا كان المقطع اليوم يا اخوان، اتمنى انه ينال اعجابكم. قبل سكر هذا المقطع سوراقيين، اتحداكم توصلوا هذا المقطع اكثر من 60,000 لايك سوراقيين. والله كميه الضحك اللي ضحكتها بهذا المقطع يا الهي رائعه. فقبل سكر هذا المقطع دوسوا لايك لهذا الفيديو اصدقائي، وراح نجيب المليون دخيل ربكم. انزلوا اشتركوا تحت عندي بالقناه وفعلوا الجرس. وبس يا اخوان، تحيه للجميع والسلام عليكم.